عن حاسة النظر، العين مسؤولة عن تحفيز وإفراز السيروتونين والدوبامين والأدرينالين والنور أدرينالين، يعني هي محفزة رئيسية للغدة الكظرية لعملية الاستيقاظ. العين بتوقف، هي المسؤولة عن توقيف الغدة الصنوبرية اللي موقعها بيكون في باطن الدماغ في الوسط في الأسفل، يعني بيوصلهاش ضوء، بس العين بتوصلها الإشارات العصبية إنه إذا المغمضين عينينا أو فترة الليل فيش إضاءة، في الحالة الغدة الصنوبرية بتبلش تعمل، والغدة الصنوبرية طبعا تفرز السيروتونين وبتفرز الميلاتونين. يعني مفتاح الغدة الصنوبرية للعمل للميلاتونين إنه ما يكونش في إضاءة وتكون العين مغلقة كليا. فزي ما انتم شايفين العينين بدونهن والنظر وحاسة النظر ما بنقدر نصحى الصبح ونوقف عجرينا، لأنه بدنا نفتح عينينا اللي نحصل دوبامين وكورتيزول وتبلش دقات القلب تزيد واللي تخلينا نوقف على جرينا. وإذا العين اتعرضت لأشعة الضوء بعد الساعة 9 بعد الساعة 10 وخصوصا من التلفونات والإضاءة البيضاء والإضاءة الزرقاء، في هاي الحالة ولن تعمل الغدة الصنوبرية ولا حيكون في عندي نوم جيد عميق ولا حيكون في عندي عملية إفراز للسيروتونين اللي هو مهم للنوم. طيب مدام كل هالمهام، كيف نحافظ على عينينا؟ طبعا العينين بيوصلهم 4 أعصاب قحفية دماغية، في بتحرك كل عين 6 عضلات، هاي بتشتغل طبعا بالتواصل مع الأعصاب. في عندنا دورة دموية قوية وشعيرات دموية قوية بتوصل للعينين من وريد ومن شريان لتوصيل الدماء والأكسجين. العين في إلها غدد دمعية، الغدد الدمعية وظيفتها ترطيب العين اللي هي بتوقع في على الجنب العينين، بتكون موجودة للترطيب وللتغذية. شبكية خلف العدسة، في عنا الشبكية، والشبكية هذه مليئة من الخلف بالمجسات العصبية الحسية الضوئية اللي تتعامل مع الضوء مع الموجات الضوئية. فكل منطقة من الخلف من الشبكية بيكون في إلها، كل زاوية إلها مستقبلات مختلفة، في زوايا بس بتستقبل الألترا فايلت اللي هو أشعة الشمس اللي بتعملنا الفيتامين د، في خلايا تانية الإنفراريد، زوايا تانية هذا حسب الشمس ووين هي موجودة في السماء وكيف بتوصل للعينين من أي زاوية. إذا بدنا نحسن النظر في هاي الحالة لازم نأخذ بعض الأعشاب اللي هي حتنشط الدورة الدموية للعين. أولها عشبة الهندوباء البرية، بندلاين تي، عشبة الهندوباء البرية قوية في مخفف للالتهابات، وكمان بتنشط الدورة الدموية للعينين وبتزيل يعني بتحاول بتزيل هالالتهابات. طبعا التهابات في العين ممكن تحصل في الغشاء المحيط في العدسة اللي هو عن اي ضغط اي فرك للعين بنحس فيه احمرار، او اي التهاب او كذا بنحس فيه احمرار في هذا الغشاء. فعشبة الهندوباء البرية. ثاني عشبة قوية بنعرفها ان هي قوية للدماغ وللذاكرة، لتنشيط الذاكرة وتقوية التركيز، كمان هي بتنشط الدورة الدموية ومكافحة للالتهابات، اللي هي عشبة الجينكو بيلوبا. عشبة الجينكو بيلوبا، الجينكو بنشط الشعيرات الدموية الدقيقة، ومجرد ما نشطناها في هاي الحالة بنورد أكسجين أكثر ومواد غذائية أكثر للعينين. الكركم مع الفلفل لسرعة الامتصاص
قوي جدا في عملية تخفيف حدة الالتهابات سواء الدماغية أو التهابات العين. الكركم ملعقة مع نص ملعقة من الفلفل على السلطات أفضل شيء. زيت الزيتون وزيت عباد الشمس أو دوار الشمس أو البذور تاع دوار الشمس، هذه جيدة للعينين لأنه فيها فيتامين إي، وفيتامين إي هو مضاد أكسدة قوي لصحة العينين وصحة النظر، فأي شيء فيتامين إي ناخده. فيتامين دال ضروري جدا لصحة العين وتروية دموية أفضل وتخفيف للالتهابات وتعديل هرموني. فيتامين دال ما بقدر أنظر لأشعة الشمس بشكل مباشر، بس لازم في الفترة الصباحية يعني الساعة 8-9 لما أصحى من النوم وصحصح أطلع برا أسكر الجفن تاعي وأطلع وحرك البؤبؤ أو عدسة العين للأعلى بحيث أني أحركها وهو الجفن مسكر. أعمل هاي الحركة دقيقة دقيقتين وأحرك الجفن لمناطق مختلفة والأشعة الشمس بتكون موجودة على العين بس مسكرين، يعني ما مش هتتأثر. هاي دقيقة دقيقتين هتساعد. تسكير العين وفتح العين، تسكير العين وفتح العين، تسكير العين وبشدة شوي، يعني لازم نشعر في ضغط. هذا التمرين كويس ان نعيده 20-30 مرة لانه بنشط وبعصر الغدد الدمعية وبنشط من حركة العضلات وبرطب العين. برطب العين لما نكون تعبانين دائما بنحاول نفتح ونسكر اللي نزيد من قوة او كديش شايفين الوضع احسن، يعني بنشوف بنرى افضل اذا حركنا وعملنا هاي الحركات. فيتامين ألف، فيتامين اي، البيتا كاروتين. طبعا اي شيء اصفر من النباتات هذا بيتا كاروتين وهذا فيتامين اي. جزر، بطاطا حلوة فيها كمية كويسة من البيتا كاروتين وفيتامين اي. صفار البيض اصفر كمان هذا جيد لصحة العين، بيضتين ثلاثة في اليوم. السمك وخصوصا سمك التونة، السردين، التونة الأحمر هذا اللي هو سمك نهري مش بحري، التونة جيد جدا، أفضل أنواع الأسماك جيدة للعين. زيت السمك كمان الواحد لازم يأخذ زيت سمك أو الأوميجا 3، يعني الأوميجا 3 قوية وجيدة للعين وللعصب وللأغشية ولا إن نحافظ على الأعصاب. نحافظ على أعصاب العين يعني بدنا نمرن العين. تمرين العين بيجي عبارة عن تمارين، التمارين هذه بتحرك الست عضلات كاملة والأربع أعصاب كاملة. أول تمرين بدنا ننظر بعيد وقريب بعيد وقريب، يعني نحط إصبعنا ونظلنا مركزين على الإصبع ونبعد ونقرب نبعد ونقرب، نروح على اليمين نروح على الشمال إن نحرك البوبو يمين شمال، نروح زوايا نكتب في أي شيء في الإصبع ونتطلع ونراقب حركة الإصبع، نزيح راسنا ونظلنا متوجهين في نفس يعني بطلع عليكم على التلفون بس زايح راسي على الشمال زايح راسي على اليمين. فعدة أمور كويسة يعني نأخذها بعين الاعتبار، هالخضروات وهالفواكه الكويسة اللي ممكن تزيد قوة النظر، المكسرات حتزيد قوة النظر، البزر الـ الـ الأسوأ شيء للنظر اللي هو الكورتيزول وارتفاع الكورتيزول، يعني لسه أسوأ من السكر. يعني العين بدها تروية دموية زي الدماغ وزي الخلايا العصبية وهي جزء خلينا نقول من الدماغ في داخل التجويف الدماغي، وعشان هيك أي في كتير حالات تشخص عن طريق العين، تشخص عن طريق النظر فقط للعين. إذا طلعنا على عين